حامل هج البندي والدفتر والتعتيد بيحط الجربندي يا بتعبي لهي يا ما بتدفع شي مية يا بيعمل لك تقريب خلصيت الصيفية وقعنا تشريف خلصيت الصيفية شكاف. لا لا انتبه، في واحد عم يكتب كل شي عم تقولوه. انا ماليش من اعمل شي، من طالب بحقوقي، دعسل لي الزهرات وانا بنت فقيرة، مانيش من ناقشه، ورحمة جدي وجميع الاموات هم جاد فشلي هكلي. شوفي شوفي بياد الزهور سيد الخويشة وشريف تحري وقفها، انا ما عملت شي، من يتهموني بالسرقة يا افندي وانا بنت قد بجي. روقي. وبعدين مين محسبتيني؟ فكرتك تحري واحمي جميع الاموات، انا بنت ابيي. يظهر انه فكرتيني بوليس وجاي وقتك. ما هاد اطمني بالك، انا ماني بوليس. وليش من تتسبل للكنت مناوله؟ فرجيني هالدبدب وكعمي. قال شو هذا؟
هيدي ما بتكتبش، هيدي كرشوني ما بتنقرا. انا بعرف بقراها، هاتي لهون. هنا المنصرخ يما انت انشدها لي بجوقك مثل تفاتح بالكتب، هذا يكون ها؟ تفاتح معناها تفاتع. وهذا كله لانه بمخل المبلوط ضع سن الزهرات. يلا يلا رجعي على ضيعتك على كفر ينوح، هيك بترتاحي من الكلمة. وراش عارفة اني من كفر ينوح. فرقنا يا استاذ، ما تتداخل بالقضية. وحضرة جنابك من حورة. وانا منين يا منجم؟ انت من ريحان. مظبوط. شو عرفك؟ وانا من زعتران. وانا بنت قد بجة. فهمنا فهمنا، توشتينا وانت تصرخي، بكفي بقى. ما دامك منكش عسكري بدي صرخ. لا راسي عارفك اني من فريق نوح. شعرفني من لفظك ولهجتي. انتوا بتعرفوا الشخص اذا كان من الجبل او من المدينة من لهجته. انا من لهجته بقدر لكم من اي ضيعة بالجبل او من اي حي باي مدينة. هيدي شغلتي. حاسرتي مبهول بالمرة. واذا كان لفظه غلط بقدر علمه اللفظ الصحيح. لفظ علم. ما في واحد بيحكي مثل التاني، ما في واحد مثل التاني. ناس بتمشي على طول وفي ناس بتمشي خليفاني، ناس بتحكي على الأصول ناس بتحكي على العمياني. ما في واحد مثل التاني. الكلمة الحياة والحياة لفقر ولمصريات. اللي بيعرف يحكي منيح كلامه لفظه صحيح بيقدر يعمل اشياء كتير. نايب حاكم يا وزير إلا وهي صعب شوي موظف بالجمهورية. هالمنصب بده زلمي ما بيعرف يحكي كلمة، وإن حكي يحكوا عنه. حاصل شو بدنا منه؟ خلينا نحكي بالناس اللي عندها ثقافة وإحساس، تحكي وتعرف شو بتقول. بهالدنيا كله معقول. واللي كانوا تفرانين وصاروا يحووا عمليين بمجرد حكيوا جملة انفتحوا من أول كلمة. الزبال بيبقى زبال مهما تميتوا بالمال، وإن حطيتوا على العالي بتلي الدنيا زبال. وهالبنت اللي بدها فاعل تنظفها على الكامل ويجلي بجلدة يومين، بقدر علمها بشهرين وخليها بين الستات نجمة كل الصالونات. تحكي وتعرف شو بتقول. بهالدنيا كله معقول. قد تداخلش بأموري، انا بنت قد بجي. اللي بيقعي مثل البوم بفتش له عشي خروبي بات فيها. يلا على الخروبي. ابرحش بدي ده اللون مثل مثل اللي بقالي. لك انت يا قشرة البصل ما قالك حق تكوني بأي مكان، انت عيب على البشرية. قال اللي بقالي. اتصوروا يا جماعة انه البقالي معناها الباقيين. مع هيدا وكله شايف هالمخلوقة يا أستاذ؟ إذا استلمتها وعلمتها جديا بقدر خليها بظرف ست شهور تصير ليلي تستقبل السفرة والوزراء، أو إذا بدها تتوظف بأحسن وأرقى المحلات. أتوظف بالمحلات؟ قلت لك مبهول حرام الشوم. نعم يا أستاذ، بقدر بظرف ست شهور فقط غير لها شكلها ولفظها ولغتها. بتصدقني؟ ممكن، ممكن كتير، لأني أنا كمان خبير باللغات، إنما اللغات القديمة. عفوا أستاذ، قلت لي اللغات القديمة، إذن لازم تكون تعرف الدكتور جوهر صاحب كتاب علم السنسكريت. أنا الدكتور جوهر. عفوا أستاذ، لمين إلي الشرف؟ داعيك قاري أديب صاحب كتاب الأبجدية العالمي. مش معقول، جاي من الهند أشوفك يا أستاذ عظيم. وأنا كنت رايح على الهند حتى أتعرف عليك. وين ساكن يا دكتور جوهر؟ بالأوتيل. شو هالصدفة السعيدة؟ شو رأيك إذا بتشرفني؟ بتكون فرصة مناسبة تنتحدث شوي. بكل سرور. حظا ولو تخيلي شريلك مني بقت زهور. انت يلا عكفر يا نور. خد عن كلنا البلاش لتعرف اني انا احسن منك. برافو. يلا على الخروبي. اعطاني رينا دهب، معي رينا دهب.
بعمل فيك وكدهباي. ليك ليك من يدبك لكيش الحرام تربجوا من البارد. وين برديني رح تتلج الدنيا. مش كل السنة بتتلوج الدنيا وبيشي بالقمر بيصير الصدى ينقل عالهدى عنا تري وطن انديل السفر عالريح الطفايل فيه الجاي انديل كل السنة منشوف الشجر خضرا ملوني. مش كل البشر في عندهم خبر عن كل الدنيا. كل واحد راح بطريقه وانقطعت أخبار بياعة الزهور. مرقوا ثلاثة أيام اجتماعات متواصلة بين الأستاذ هنري أديب والدكتور جوهر عن مواضيع علم اللفظ واللغات. ما عادوا يفترقوا عن بعضهم، وكانت مناسبة لهنري تيعزم جوهر يسكن عنده. واليوم رح منشوفهم بعزيمة أعدتها ليلى أخت الأستاذ هنري على شرف الدكتور جوهر. ليلى يا ليلى يا بنت الناس يا خمرة حمرة بأحلى كاس يا بسمة حلوة بوجه الوين
ليلى يا ليلى يا بنت الليل ليلى ليلى يا بنت الناس يا خمرة حمرة بأحلى كاس يا بسمي حلو بوش الويل يا ليلى يا ليلى يا بنت الليل ليلى يا ليلى يا ليلة عين يا نجم قديم يا صوت جديد ليلى يا ليلى يا ليلة عين يا نجم قديم يا صوت جديد يا طلة فجر يا لون الزهر يا زهر الفتح ضب النهر ملوا الكاس قوموا يا ناس عصحة ليلة نشرب كاس ليلى يا ليلى يا بنت الناس يا خمرة حمرة بأحلى كاس يا بسمي حلو بوش الويل يا ليلى يا ليلى يا بنت الليل بكرة سعيد وبكرة حزين بكرة مين وبكرة لمين بكرة سعيد وبكرة حزين بكرة مين وبكرة لمين غني يا ليلى يا نور العين ما بنعرف بكرة خدنا الوين ملوا الكاس قوموا يا ناس عصحة ليلة نشرب كاس ليلى يا ليلى يا بنت الناس يا خمرة حمرة بأحلى كاس يا بسمي حلو بوش الويل ليلى يا ليلى يا بنت الليل ليلى يا ليلى يا بنت الناس يا خمرة حمرة بأحلى كاس يا بسمي حلو بوش الويل يا ليلى يا ليلى يا بنت الليل صحة الجميع صحة ليلى مدام أديب على الخط ياي مامي ألو 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 ماما كيفك ماما أنا كتير منيحة وخي قري كمان لا لا مشغول شوي مع صديقه وصل اول امبارح من السفر مش عم تسمعي يا الله الو 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 ايه عنا عزيمه منين عم تحكي كيف من هون من عند الجيران طيب طيب الحمد لله عصرك بالسلامه نحن بانتظارك وصلت الماما من السفر ورح تكون هون بعد شوي تروح مبشر أنري شوال شوال شو راحوا نشكر الله شو هيدا ولو كل ثلاث اشهر عنا عزيمة بهالبيت يعني اربع حفلات بالسنة اثنين من اعداد اختي ليلى واثنين من اعداد الماما والمصيبة اذا غبت عن شي حفلة بتزعل اختي ليلى واذا حضرت شي حفلة بتزعل الماما وكيف عادة بتتصرف؟ بحضر نص العزيمة عرفتني على شقيقتك ليلى بس مدام اديب ولدتك بعد ما حصل الشرف بمعرفتها مدام أديب مسافرة وموعودين بوصول اليوم تفضل دكتور جوهر هلأ صراحة بحب أعرف رأيك بنتيجة دراساتي الحقيقة استغربت كتير كيف فيك تفرق بين كل هاللهجات وهالألفاظ في قسم كبير بيشبه بعضه لدرجة إني حسبته نفس اللهجة معك حق بالأول صعب تقدر تميزهم من بعضهم إنما إذا بتسمعهم باستمرار بتشوف الفرق واضح حسبتك هربت من الدرب
بعد الحفلات والضجة. إن شاء الله ما نكون زعجناكم كتير. لا لا، الجو كتير لطيف، بس يمكن كنت بفضل. طبعا درس والتجارب اللغوية، بس لازم الواحد يغير شوي من وقت لوقت. مش هيك دكتور جوهر؟ أنا من رأيي كتر الشغل بيضيق الخلق. طبعا طبعا. عفوقة بعد ما وصلت الماما؟ ناطرينا بين دقيقة والتانية، وقفت عند الجيران تتسلم مكتوب من فرنسا، يمكن تكون وصلت. وصلت جوهر الكاتب والعالم المعروف. اوه تشرفنا، اهلا وسهلا بالدكتور جوهر. بردون ليلى، عرفتي الدكتور عطانكين ده؟ اري نسيت الوجبات. اري مامي رايح يما جاي. وصل من الساعة. ولسوء حظي مامي الحفل بعد باولا. الضيوف تروح. شوف الضيوف عن اسمك دكتور جوهر. مامي جوهر. او بردو جوهر. لا هالسفره ضيعتني بالمره. اوه ليلى بتجي معي؟ باي. شو بفتكر هلا صار فينا نكمل حديثنا. عن شو كنا عم نحكي دخلات؟ كنا عم نحكي عن فرق الألفاظ واللغات. مزبوط. تصور دكتور جوهر انه في ضياع عنا بيبدلوا السين بالشين والعكس بالعكس. بيقولوا مثلا سرقة السمش بدال شرقة الشمس. وفي ضياع غيرهم الألاف عندهم بالأبجدية ما إلى وجود أبدا والقاف بتحل محلها. مثلا ابن المختار شو اسمه؟ قانطون. واثنين واثنين بيعملوا قربعة. ومعلم الفرنساوي بالمدرسة بيعلم تصريف فيرب قلي قلي فوزانوره. أري أري في بنت بدها تشوفك ضروري. بنت بدها تشوفني ضروري؟ شو بدها؟ كيف شكلها؟ ما بعرف شو بدها، بس شكلها عجيب غريب فيلجار أكتر من اللزوم. ولهجتها كيف لهجتها؟ ما فهمت منا شي. طيب خليها تفوت. ان شاء الله تعرفنا على شي لهجه جديده اليوم كمان، بس ما تكون شي حالي. هلا بنشوف. تفضل استاذ ارينا. سعيده. لك هادي بيعت الزهور. هذا انت؟ عندي كل المعلومات عن لهجتك فريا نوح. ماني مستعد ضيع وقتي ابدا ابدا. ماني عايزك يا بنت. تفضل. أول تخولوا شمعة طولوا أشباكوا كخيل محتاج. بعدك أبتعرف شلاش جيت لو قلتلو أني جيت بالأنطوبين سكارسا. شو همو إذا جيت بالعربية ما ماشي؟ يا ستار أشنا مزمطرين بالبيت. لا جاي جارش ولا جاي مد حديث، جاي متعلم ودفع ومصار الضايعة ولا مديني لها النفس القيمة. مهكش لك شو بتريدوا جاوب يا جماعة؟ شو بتريدوا قول؟ لو كنت خواجة مصحيح كانت قلت اللي تفضل عادي خدي لك شي فنجان قهوة وشي كوباية شراب. شو بدك يا بنتي من الأستاذ هنري؟ روجي لأنه الأستاذ مشغول بدي أتعلم أحكي. بدك تتعلمي تحكي وبدك أنا أعلمك؟ ما هيك؟ لا مش معقول يا جماعة مش معقول. أنت عارف يا بنتي إنه الأستاذ هنري مشغول كتير؟ مشغول بتبهدل وتحقير الناس؟ عيب عيب، هيك بتقول عن الأستاذ الأبجدية العالمية؟ وش كان الأستاذ الأبجدية ومن يبهدلني؟ عيب علاج معلاج. لا أنا بعد ما شفت بحياتي مثل هالواقعة. لكن رح بعطيكي 5 ثواني، يا بتفلي من هون يا ما بزتك من الشباك. ها ما
عندك ثاني تعني طلعت سلتنا بلا حصة صار فينا مثل هاك القصة جبنا القرع تيشجعنا كشف عالقرع وفزعنا مطرح ما كنا رجعنا وانت القرع بالخبرية يا استاذ الابجدية على باله ويتعلم بيحترم حاله فكرتي حالك بالضيعة جاي تحاكيني بشي بايعة أنا بنت إدامية ليش من تعيط علي رحم نمرقها هالمرة كلمة زيادة بحطك برا جينا لك بالأمانية اعطيني من وقتك شوية يا أستاذ الأبجدية بدك احكي بسرعة احسن ما كشف عالقرع جاي لعندك تتعلمني اعرف احكي واقرا وغني لم زهور من المزارع فاقدر بيعن بالشارع وانت بتعرف احسن مني اخرة الشارع بالشارع أنا بنت إدامية حتى لو كنت أمية يا أستاذ الأبجدية هك اليوم قلت إنك فيك تعلمني صير ست أبقى بدي جدول بالطرقات واكل تتفيش ومسبك بدي اتوظف بمحل زهور ويصيروا يعيدوني مطموزة قديش رح يستفتح صاحب هالمحل؟ قلتي لي بدك علمك تحكي معاك، طيب وشو ناوية تدفعي لي؟ هاها نفك لسان ولم نشم ريحة المصاري لا صار لازم تشحطها أنا هونيك أشوف عادي عادي شو اسمك؟ ليزا باربور بنت خليل بصقة باربور من كفاريونو شرفنا بعد ما قلتي يا مادموازيل ليزا قديش فيك تدفعي للأستاذ أنري؟ في ست صديقتي من تتعلم الانكليزي ومعلمة انكليزي من صحيح تدفع 5 ريالات بالساعة ماني مستعدش ادفع أكتر تتعلم لغتيانا معكش 5 ليرات؟ شو جنيتي؟ ماما آري حبيبي ليلى شري ولو تركيني وحدي مع ضيوف بعد ما وصل من السفر تعبيني وفي كم سئيل ما قلش خدتهم أبدا يا لطيفة الليندا شو نصحي صارت قدر فين يلا يلا شري عن اسمك دكتور عنبر جوهر أوه بردون جوهر 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 جوهر, جوهر. أدي قلتي لي 5 ليرات عظيم عظيم تصور دكتور جوهر انه 5 ليرات بالنسبة لأرباح البنت بتساوي 2000 ليرة عند رجل مليونير 2000 ليرة؟ لا عاري جاي عبيله يمزح اليوم ما في مجال للمزح أبدا عم تدفع لي نص أرباح وبما انه المليونير بيربح 4000 ليرة باليوم نصهم بيعملوا 2000 شيء رائع ونبيل جدا وهيدا اغلى عرض اجاني بحياتي 2000 ريالة حاجة تخفي وكزلمي نام دخلي لك 2000 ريالة ال2000 ريالة هاي تقتوريا بالمرة اسكتي احسن ما سبتك من الشباك ها بيحكي كيف
قررت علمك رح اعمل اضرب من بيان خدي. ايش يا ايدي يا ايدي؟ ما حرمي يا ايدي حتى تمسحي فيها دموعك يا ايدي، وما تنسي انه هيدي محرمي وهيدا كمك، وعجر بتخلطيهم بين بعض اذا بدك تصيري ما تموزيل بمحل الزهور. مامي شو قصدكم؟ بعدكم ما طرحتوا من هالزيت الميلة؟ اعطيشي شريمة طريقكم. عن اذنك دكتور. جوهر جوهر، قررت علم ليزا واعملها ست وتصير نجمة الصالونات؟ اذا قررت تعلمها وتغيرها مثل ما بفكرك بتكون حقيقة اكبر معلم بالدنيا. انا مستعد شارط على مصاريف تجربتك، بأكد لك رح تفشل. قاري شو بدك بهالمغامرة؟ الحياة كلها مغامرة، هيدي فرصة ما رح تجيني كل يوم، بكره بتشوفوا كيف بعمل منها شبه بني ادم. ليلي بنت الشرط اش مني شاقشي؟ بده يسيرك اميرة. نعم، بظرف ست شهور ويمكن ثلاثة اذا كانت دينتها منيحة ولسانها خفيف. اتصوروا ليزا بارقى البيوت وافخم العائلات. ليلى خديها حالا على المصبغة، خليهم يغسلوها ويكوها. أبدا رحش على المصبغة، عاش بحسبني شي شارشر. ما تخافي يا ليزا، خي بيقصد أخذك على الحمام. وما تنسي تشنحيها تيابة وتحرقيهم، وهلأ تنزلي بتشتري لها أحسن وأغلى الفساتين وكل ما ينزل مفهوم. شنحني تيابي؟ مالك محسبني؟ أهبت أدمجي. ما تخافي يا ليزا ما تخافي، الأستاذ هنري بده مصلحتي، عملي مثل ما بقول لي وبعد كم شهر بتصيري ليدي. لا ليدي شو لا شيء، بدي صير ست وبس. للعلوم للعلم، هاك ما واحد بده يعلم وحده بشلحها. ماما صبري ماما. لا كثير خطوه، بعدكم واقفين مثل الصنم. مامي بكم شي؟ لا ابدا عم نتحدث. طيب ما كل الناس ناطرين يتعرفوا على الدكتور جودة. جوهر مامي جوهر جوهر دكتور جوهر، اذا ما رح تجوا انا طالع على اوضتي مجنين. قلت لي بدك تصيري ست، طيب انا رح اعمل منك احسن ست. ست وحامله شمسيه لها كشك. يا ليزا رح تتحقق كل احلامك. ابحلمش الفقير مثل ما له حقش يحلم. بكره بتصيري تروحي وتجي باحلى وافخم العربيات وتسافري من بلد لبل. سافر ورا البحر ورا البحر ورا السبع بحور ورا البحر، مطرح ما السامش بتغرق باخر الدنيا باخر الدنيا بكل الدنيا. عيب قاضي ماما ناطرة. ايه ليزا رح نتركك لوحدك هوني خمس دقايق، اوعى تنهزي. ايه اتفضل حتى نواجه الضيوف الكرام. شر وعت الهزي من هون. ايه ليزا يا امي اش بك هالبيت بتنقذ الناس؟ يلا ليزا الحمام ناطرك. يعني ضروري؟ طيب كيف بدك تلبسي ثياب جديد اذا ما بدك تتحممي؟ اذا ولا البد قررتوا تشتروني ثياب، اتنسوش الشمسية. ما رح ننسى. لها خشك شكمالة. قليل يا دكتور فصل أنري، ده
نطفش الجرسوم ونكب المشروب على فستان ليندا. بتشتري اختفى، ما قالك لوين راح؟ نزل على السوق تيشتري تياب. بدي اقول غرضين. طيب كيف ينطر لبكره؟ مضطر يشتري من اليوم. غريب غريب هالصبي، بيعمل كل فصل ولا التاني، ما راح يحط عقله براسه الا ما يتزوج. دكتور شو رايك اذا دبرني له عروس خرجه؟ بس مين؟ بده ست تكون اولا بمستوى علمه، ثانيا تهتم بعمله، ثالثا تعرف تراعي له شعوره، واخيرا تكون حلوه وناعمه وادميه. حتى لو اخترعنا له بنت ممكن لفظه ما يعجبه. مش احسن ينقي هو على ذوق الست اللي بتناسبه؟ هيدا اذا فينا نقنعه يتجوز. دكتور الماس جوهر. اوه باردون جوهر، لا هالسفره ضيعتني بالمره. دكتور ما في الا انت فيك تقنعه، شو رايك اذا دسيت له نبطه؟ ايه دكتور جوهر. برافو برافو برافو. على الفكرة؟ لا على جوهر. مدام بوعدك اني رح اجرب، بس ما بضمن لك النتيجة. مرسي مرسي. وهلا اسمح لي انسحب. اورفار دكتور. اورفار مدام اديب. باي باي. شو؟ بين وحدة. أحسن أحسن، ما في أسخف من العزايم والحفلات. وين ماما؟ مع الضيوف، وليلى عم تشرف على تنظيف ليزا. بالمناسبة بعلمك كنت رايح تشتري لها فساتين. لسوء الحظ كانوا المحلات كله نسكروا. على كل حال ليلى رح بتعطيها ثياب من عندها. بدك للحقيقة ما في أحسن منها أختي ليلى. كتير منيحة. ما تاخذوني قطعتكم. آري بفتكر بلشت المشاكل. في برا زبان اسمه خليل بربور وبيقول إنه بنته هون. هو زبال اسمه خليل بربور؟ هيدا الشيء ما كنا منتظرين. إذا لحقوا قلة الأدب رح حملوا بنته وكفشوا هو وياها. أرجوك قريب في عنا ناس. يمكن تكون نوايات طيبة. لا 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 لا، فضل انهي هالقضية من هلأ. لك شو اللي بالي اتدخل بهالقصة أنا؟ لك طول بالك عليه بالأول، بعدين حسب تصرفاته اتصرف. ايه هلا فضل سيد بربور. يلا نفضل. استاذ هلأي أديب أنا هو. مسايك بالخير. نعم شو بطريق؟ سيدنا الكريم أنا جاي بقضية مهمة. تفضل شو بطريق؟ اش بريد؟ بريد بنتي، هذا اللي بريده. ايه انت بيا وهيدا حق لإلك، بنتك فوق، احملها وخدها حالا وسريعا. شو؟ حالا وسريعا يعني هلأ هلأ بهاللحظة. روك رجوتي روك روك، أنا مني من نطلب شيش، أنا قلت فقط بدي بنتي. إيه بنتك إجت منها لحالة لهون وبكل وقحتها طلبت مني علمها الحكي. أختي ودكتور جوهر بيشهروا، فما بقى في نزوم تكفي الشانتاج والمزايدات. ليش من تستلمني كأستاذ؟ أنا من استلمك؟ البوليس هو اللي رح يستلمك. إيه يعني أنا طلبت منك شيش؟ إنت أنت كأستاذ فتحت سفيرة المصاري أنا؟ فإذا شو جاي تعمل هون؟ إذا بتسمح لي أحكي رح قلك وبحب قلك وكنت ناطر حتى قلك. جوهر ملاحظ الزلمي شو عنده موهبة الخطابة؟ رح قلك وبحب قلك وكنت ناطر تقلك. إيه وبعدين؟ بعدين قالوا لي البنت هون، قمت تركت شغلي ورحت ضبيت لها حويجة وجيت. هاي كل القصة. ما زين بدك تخدها، ليش جبت لها اغراضها؟ انا قلت بدي اخدها. ها انا قلت يعني انه
انه بدي بنتي و ايه رح اعطيك بنتك ورح تاخذها بسرعه كمان. الله يرحم موتك. اسمعني كلمتين، ناس القوادم مثلي ومثلك فيهم يحكوا مع بعضهم ويتفاهموا، صحيح؟ تفضل. شفت؟ بقى كيف بدي اقول لك يعني استاذ، يعني كيف بدي اقول لك، صدقني يا استاذ من دخلتي لون حبيتك، ورح كون صريح معك، بقى اذا بدك البنت انا ما عندي شانيد، فينا نتفاهم، ما راح اطلبش الا حقوقي الابويه، والفقيرش بيطلب يا حسرتي، الفوي عاوز وثيابه مخزقه، بيرقعون من مال بيتشلعوا من مال، ولو رقع كل الغزاوي بيضلوا يقولوا ثيابك مخزقه. ألف ليرة، إيش قيمة ألف ليرة عندك؟ وإيش قيمة ليزا عندي؟ إيه بس لازم تعرف يا سيد برجور إنه نوايا الأستاذ هنري النبيل. صاحبي أنا لو عندي شك بآدمية هنري يا أفندي كنت طلبت 10,000 ليرة. ولو؟ ما عندك ضمير؟ ما إنيش غني كفاية تكون عندي ضمير. وبعدين ليزا بنت ستفيد عشان ليزا سفت اللي بإرشاد. يعني بدك 1,000 ليرة بدل عن ليزا، ما هيك؟ عم بتبيع بنتك؟ برضان دخلك؟ دخلك قل لي ايش لي انا؟ ايش محلي من الاعراب بدني؟ زلمي فقير وناطر مساعدي، ما هيك؟ من مين ومن وين المساعدي ما دام الاخلاقية البرجوازية دائما بظهري؟ وين كان في قبض شي مطرح ومدت ايدي بيقولوا لي ما بتستحقش، وانا ليش ما بستحقش؟ ما انا حاجتي اكثر واكبر من حاجه الارمله يلي بتقبض 5 تعويضات عمالة نفس الزوج، مع العلم انه قابليتي احسن من قابليتها، انا بشتغل وهي بتعمل زيارات، وانا تعيش بدي اكل واشرب، ولما بكون حزين وقلبي مليان سويدة بحب اتسلى اسمع اغنيه مازيكا. واو بيكلفوني، بيكلفوني قد ما بيكلفوها واكثر، صحيح اما لا؟ وكرجوتي اشيل اخلاقي البرجوازيه، سبب ما يعطوني شيء، انا مانيش من نتلي اكون من المستحقين، انا مانيش من المستحقين ولا بديش كون من المستحقين. وبعدك من تسألني ليش بناخد 1,000 ورقة؟ أنا بناخد 1,000 ورقة وانت بتاخد البنت اللي علمتها وربيتها وطعمتها. بدمتك يا أستاذ 1,000 ورقة كتيري. تعرف يا جوهر إذا استلمت هالزلمة وعلمته بقدر أعمل منه أحسن واعظ يا أحسن وزير بهالبلد. إيه؟ إيش بتعمل مني؟ كتر الله خيرك، انا سمعت كل هول بيوعظوا والأزرة، بنظري بضل الفقير اللي بيستحقش افضل. لازم ادفع له حال. ايه لشو؟ طيصرفهم كيف مكان؟ تغلش يا صاحبي تغلش، ما راح اسمدهم يروح على الشغل، اتاكد لك من اليوم الاثنين الجاي بيبقى معي ولا قرش وبرجع على الشغل من جديد، بس ايش؟ كون مبسط انا ورفيقتي. بحد غيري. استاذ هنري بليز بليز كون عطيتك مجال تفكر انه مصرياتك ما راحوش دعال. عظيم عظيم، راح اعطيك بدل الالف 2,000، منيح هيك؟ 2,000 كتار كتير، ابعش لقلب صرفهم، بصير زلمه متحفظ وبتطير السعاده، تاني مطلوبه لا اكتر ولا اقل. يا سيد برغور ليش ما بتتجوز صديقتك؟ يي كرجوتي طالما بعدنا مش مجوزين مجبور اقدم له هدايا واشتري له ثياب وشممها الهوى، لست الحياه بالعطاء. ايه هي ساعه اللي تجوزنا عوض بسلامتك نفقد لذتنا وسعادتنا. استاذ هنري بليز بنصحك تتجوز ليزا طالما بعدها صغيرة وما عندها خبرش بالحياة، وإن ما تجوزتش اليوم بتندم بكرة.
ونجوزنا بكره هي رح تندم. لك احسن احسن انت رجال وهي مره، والمره ايش ما عملت وبتعرفش تكون سعيده. جوهر مش معقوله، مش معقوله، اذا سمعني له اكثر من اللازم ما رح يبقى عندنا ولا عقيده. انت قلت لي 1000 ليره؟ ايه مملونك يا استاذ، مملونك. لك إيه؟ اكيد ما بدك اكثر. إيه هالمره لا. إيه بجوز ما اعتذرنا رجال. مملونك يا استاذ. يلا اتوسيني يا ست. اشبك ابقى تعرف بنتك كباكي. وحق الله هيدي ليزا. مين؟ مش معقول. مثل ما شايفين، نعم ليزا. لا شي دقنيعك مثل الحافش يا بنت الكلب. لكن دي صارت حلوه بعد التنظيف. لك ابدي بدك ابدي لك يا استاذ، ابو تبيض لي شوي شي. تبيض لك وجهك؟ نحن اللي بيضنا لها وجهك. عفي اهيش من الغسيله، حنفقت مي بارده، حنفقت مي سخنه، حنفي بتنوفر، والمناشف سماك ونعمين مثل جلد الخروف. هلا صرت اعرف ليش الستات بضلنا نضاف ومهفهفين، تاري الغسيل عندن احسن من شم الهوا. اخ لو بيعرفوا كيف نحن منتغسل وخاصة بالشتا. بس عذبتني شوي، ما كان بدها تشتح تيابا. انا ما بتزلتش قدام حدا، عيب الشوم، انا بنت ادمجر. لكن اذا بعد رح بتقولي انك بنت ادميه رح قل له لبيك يعملك ياخدك معه على البيت. ابرحش معه، انت بتعرفش بيك، كل همه ينصب عليك بكم قرش ويروح يفقع ساكره. ايه وش بدي اعمل فيهم يعني؟ صبيتهم على ظهر الخزاني. اذا بعد بدك اذا بعد بدك تعيدها مره ثانيه لا هنهيك من القتل. طيب طرقني. طيب بتعرفش مربيه. طيب طيب سيد بربوخ، سيد بربوخ، بعد في عندك شي نصايح من هالنوع تعطيهم لليزا قبل ما تروح؟ نصايح من هالنوع؟ لا انا تاخرت على شغلي ويلا. مملونك يا استاذ. مملونك. اتصدقوش جاي شغلته مشغلته الحكي، بيحكي ساعات لغايه ما يسحب من الناس وصاري. اخذت جزاه، كون حدا ما عطل منه شيء. كيف لك يا استاذ؟ رح نتعب معك كثير. الله يساعدنا. مدري شو في بهالبيت؟ ساعة ليلى بتختفي مشاعري. ليش واقفين مثل مجوس؟ اوه دكتور نوبر. جوهر. اوه بردون جوهر. مثل بعض. حتما رح تبقى معنا لبكره، بحب شوفك واتحدث انا وياك قبل سفري. شو مسافره ماما؟ ما اليوم رجعتي من السفر. رجعت لشوفكن قبل السفره الطويله. هالمره رح غيب 3 شهور ورح زور اختي بنيويورك سيتي. وانت مسافره من غير شهر؟ بكره الساعه 6 بعد الظهر. ما تعطي هم ماما، ما تعطي لي هم، باخر العزايم ما بيعود حدا يعتب على حدا. كيف؟ كيف؟ هيدي اخرة العزايم، ما في حقيقة مخباية، واحد صاحي، واحد نايم، واحد تحت الكنباية. وهيك العالم بتتحول لما العزيمة بتطول. بينسوا كيف كانوا بالاول وكيف ضاعوا باخر كبايه. لك وهيدا اللي لابس على الموضه ما في سهره ما بيخوضها، بيسكر وبيطلع على الاوضه ينطر العزيم الجاي. والست بتنسى رجالها وما بقى جاي عبالها الا تحكي بهالقبالة من البرنيطه
السرمية وفي يلي منك عزمهم وما في ولا شغل بتعجبهم بيهزوا طلوع حواجبهم حتى على لون البردية وعينك تشوفهم على الصفرة سنان أطيب من الشفرة صحون دجاج ولحمة وزفرة واحد رايح عشرة جاي هيدي آخرة العزايم ما في حقيقة مخبية لك 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 شرف كل المعازيم ولك لك بأي حال روح لفرقة خلي روح أحسن ما روح في الدعس هيدي عاشر مرة رح ابعد لك اياها وبدك ترجع تسمعيني ايه رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي جبنا سلي ملياني خيي دفع لي نصهم وانا دفعت الباقي يلا شو رحنا على الدكانة لا 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 يا ليزا يا ليزا رحنا على الدكانة على مش على لأنه إذا قلنا رحنا على الدكانة بدل رحنا على الدكانة بينكسر الشعر بينكسر أشو لو جاز ينكسر هلأ قولي مثل ما أنا عم بقلي رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي رحنا على الدكانة بارك فواكي من لاقي لا يا ليزا يا ليزا يا ليزا ما بيقولوا رحنا على الدكانة بيقولوا رحنا على الدكانة على 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 قونا على دوة على تري ليزا مني معروف بدون مسح رح برجع بعد لك ياها بديك تعيديها من وراي مثل ما بقولها وبنفس اللفظ مفهوم؟ رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي جبنا سلي مليانة خيي دفع لي نصهم وأنا دفعت الباقي لا هل يبيك العقلك خيي بيدفع نصان كل عمر عين أدفع بوي كلام وبعدين أشي محاسب في الدكانتك فريانوف
شوية ملح ودخان تعطلي مساوي. اعملي معروف بدون تعليق لما تكون عم تعلمي. اتعيطش عليكي يا اما ببكي. راح اقول هلا اللي راح ابكي مش انت. قولي. رحنا على الدكالي بانكي فواكي من لاقي، جبنا قرطال ملاقي. شو قرطال؟ ولك يا عمي كيف قرطال؟ لك يا عمي سلي سلي سلي، منين جبتيلي القرطال؟ نعم بدي جيبه من البيت. ولك يا ليزا يا ليزا، كلمة قرطال منا موجودة هوني، قلنا جبنا سلي ملياني، جبنا سلي ملياني مش قرطال ملان، جبنا سلي ملياني. رحنا على الدكاني باركي فواكي من لاقي، جبنا سلي ملاني ملاني. لك يا جماعة شو بعمل؟ بضرب حالي بوكس. وك يا بنتي لا عم تعملي معي هيك، لا عم تعملي معي هيك. قلنا جبنا سلة ملياني، جبنا سلة ملياني. ما هكش لك هكش ونص. يلا نشوف. رحنا على الدكاني باركي فواكي من لاقي، جبنا سلي مليانة. ايه هيك بيقولوا من الاول، شفتي كيف؟ برافو ليزا برافو. كفي لشوف. وخيي وخيي دفع لي نصا. لا 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 لا، نزعتيها نزعتيها. ما بيقولوا نصا، بيقولوا نص نص بالضمي مش بالفتحة. يعني انت لازم تراقبي حركات الشفاف، بالفتحة نفتح التم، ها ها بتضمي منضمه، ها 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 نص ها ها نص نص نص. خي دفع لي نص نص نص، خي دفع لي نص. مادام خي بده يدفع نص فواك رح ناكل. يلا 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 ارجع. رحنا على الدكاني باركي فواكي من لاقي، جبنا سلي مليانة، خجي دفع لي نصون وانا دفعت لبقاني. لبقاني رجعنا على لبقاني، رجعنا على لبقاني. ولك ولك يا ليزا، يا روحي يا تقبريني يا تسلميني يا عيوني، شو جاي تعمل كلمة البقاني هون؟ وين لقيتيها كلمة البقاني؟ بأي قاموس شفتيها البقاني؟ لك يا عمي ما في البقاني، في الباقي الباقي الباقي. وبعدين عملت ثلاث غلطات بنفس الجملة، أولا أنا بدل أنا، وثانيا دفعت بدل دفعت، وثالثا البقاني بدل الباقي. يلا نشوف يلا. رحنا على الدكاني باركي فواكي من لاقي، جبنا سلة مليانة، خجي دفع لي نصن وانا دفعت الباقي. ما هكش ولك هكش ومية هكش. مالك محسبني انا بنت زكية؟ مصحيح ببيع زهور بس ماني حمارش. بعجبك يا استاذ ولو أبتخليني أقولش مرة تاني؟ ما بتخليني ما بتخليني. مني أبتخليكش؟ لك يا ليزا أنا عم بصححلك، عم بقلك بيقولوا ما بتخليني أقولها مرة تاني. عشو علي؟ ما هيدي غرشي، هيدي علم وهيدي حديث. أنا أقول أبتخليني أقولش، وين بتقول ما بتخليني أولى؟ ولاش أبلش أبتخليني ولاش أقول ما بتخليني أولى؟ ما كله أقول بقول ما هكش. وكريسة أنت هلأ في جاي تتعلمي اللفظ المزبوط، ما هيك؟ انتبهتي إنه قلتلك ما هيك وما قلتلك ما هكش؟ يعني أنت لازم تعرفي تميزي بين اللفظ الصحيح واللفظ المبتذل.
هلأ إذا بدي قوليها مرة تاني، وإذا بتريدي انسيلي كلمة معهكش. يلا نشوف. رحنا على الدكاني بركي فويكي منلاقي جبنا سلي مليانة، خيي دفع لي نصهم وأنا دفعت الباقي. ما هيك؟ سمعت من لك ما هيك؟ هيك شو حلوة هالهيك، يا سلام على هيك، ولك هيك هيك وميت هيك وهيك، طبعا هيك، برافو 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 ليزا، هيك. وهلا صار لازم علمك تعرفي تمشي. امشي ليش؟ افيش امشي، دخلت كشيت من البيت. لا 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 مش هيك قصدي، قصدي علمك تعرفي تمشي مثل احسن وارقى ستات المجتمع. مثلا انت داخلي على عزيمه، الناس موجودين هون وانت داخلي من هناك، كيف بتفوتي وشو بتقولي؟ يلا. مسيكا بالخير، كيف حوالك؟ كيف صحتك؟ طلونا عن المحروسين والعائلة والبال. كيف اخالي؟ عتتعذبيش خليكي قاعدة. كيف عتقبريني؟ كيف امك وبايك وخايك وابن عمك؟ كيفو؟ مريح؟ لا مريح بالشبقة. الله يشفي بسلامك. بكفي. لك يا ليزا، اولا مش هيك بفوتوا، وثانيا مش هيك بيحكوا، انتبه علي شوي. مدام كرباج، كيف صحتك يا عزيزتي؟ كيف الاستاذ انطوان؟ مسيو فيليب اذا مش غلطاني، شو هالمناسبة السعيدة؟ يلا. اها مدام كرباج، كيفك اعجزتي؟ كيف الاستاذ انطوان؟ مسيو فيليب. ستوب. فيليب. وبعدين يا ليزا بدون المبالغة بالحركات. طيب هلأ رح أنا بمشي، بتمشي وراي، بتعملي مثل ما بعمل، بتقولي مثل ما بقول، مفهوم؟ يلا نشوف. مدام كرباج، كيف صحتك يا عزيزتي؟ كيف الاستاذ انطوان؟ يا مدام كرباج، كيفك يا عزيزتي؟ كيف الاستاذ انطوان؟ طيب. مسيو فيليب اذا مش غلطاني، شو هالمناسبة السعيدة؟ مسيو فيليب إذا مش غلطاني، عش هالناس بالسعيدة وكفوليب. شو هالمناسبة السعيدة؟ يلا قولي لي كيف. كيف؟ كيف ما هيك؟ يلا رجعي من الأول. بقى فيش تعبت. رجعي من الأول. مدام كرباج، كيفك يا عزيزتي؟ كيف الاس
شو صار بعد 3 أشهر، بعد شغل وتعب متواصل ليل نهار، ابتدت ليزا تتهذب شكلا ولفظا وتتعرف على عالم جديد، عالم الفن والثقافة. واليوم رح نشوفها في أول عزيمة بتجابه فيها المجتمع الرائي. أرضك عائد وحضنها الله، عيدك يا بلاد الدنيا فرحة الله، يظهر أرضك عائد وحضنها الله، صوت الرعد وكمشة مجد وجبلها الله وقالها، أنت الوعد وقبل وبعد أنت وبعدك ما فوق جبال المطرية، عاطر قاد المطرية، فوق جبال المطرية، عاطر قاد المطرية، خلي العين بيوم جديد رشة طول الحرية. بلادي بتنادي فتح رجالة، كل رجالة بتوقف بالصف الغالة، لما بلادي بتنادي فتح رجالة، كل رجالة بتوقف بالصف الغالة، مثل البرق شمال وشرق وما بينعزوا أبطالة، بيد بإيدي روح بعيد فوق جناح الحرية، فوق جبال المطرية، عاطر قاد البحرية، فوق جبال المطرية، عاطر قاد البحرية، خلي العين بيوم جديد يا بلاد الدنيا فرحة الله، يظهر أرضك عائد وحضنها الله، عيدك يا بلاد الدنيا فرحة الله، يظهر أرضك عائد وحضنها الله، صوت الرعد وكمشة مجد وجبلها الله وقالها، انت الوعد وقبل وضاع انت وبعد الدنيا. فوق جبال المطرية، عاطر قاد البحرية، فوق جبال المطرية، عاطر قاد البحرية، خلي العين اليوم جديد رش نور الحرية. مدام أديب الحمد لله على السلامة، إن شاء الله ما تكون تعبت بهالسفرة. شوي بالرجعة، بس يا عيني على نيويورك وضخامة بنيات نيويورك وشوارع المقلة آخر، ولك بتمشي 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 بتضل مطرحة. 3 أشهر 3 أشهر مروا مثل الحلم، ولهالسبب قررت أرجع أواخر الصيف. يا ريت بتسافروا معي يا عيش وننبسط. يا ريت عنا شوية شغل أنا والأستاذ أونري، إذا خلصناه هون ما في مانع، شرف كبير إن نكون برفقتك. مامي عجبتك الرقصة؟ بتجنن شري بتجنن. دكتور جوهر اسمح لي هنيك، صوتك كتير حلو. شكرا شكرا. دكتور جوهر جوهر نسيت هنيك على هالموهبة الصوتية الرائعة. تعرف دكتور الماما صوتها بجنن. وليش متباخلة علينا؟ كان صوتي حلو وبعده هلا كنت عم تغني. مامي بالحمام. مدام شو النوع اللي بتغني؟
كانت ايام الموسيقى الشرقيه والطرب الاصيل، هلا كل شيء تغير، ما بقى فيه الا تربت التا وتربت التي. وين الافلات المشبعه؟ وين الليالي المزخرفه بالعرق والذبذبات الصوتيه؟ كيف يعني مامي؟ يعني يا مامي مثل ما كنا نغني من زمان ومثل ما بعدنا يغنوا عشاق الطرب. اذا سمحت مدام اديب ولنوا شي مقطع صغير. ايه مامي كلمه للدكتور مقطع صغير فقط. ليله الوداع طال السهر وقال لي قلبي الله الله ايه الخبر، قلت الحبايب هجروني الله. نسيت انك وعدني ما تجي بيوم عزيمتي على البيت؟ لا نسيت ولا رح انسى ماما. جاي قصد قصد؟ لا شري، ما بدي اشوفك هون ابدا، لانه كل ما شرفت بعزيمتي بتزعل لي اصحابي، ما حدا منهم بيرجع. ماما لو بتنسيلي هالقصة وبتسمعيني دقيقة. اذا بدك اسمع لك شيل ايديك من جيبك. مرسي ولا احكي. ماما كيف بدي قلك، يعني لميت بنت، بدي اقول بنت صبيه. لميتها ولا هي لمتك؟ لا ماما مش مثل ما عم بتفكري قصة حب. يا للأسف. فهالبنت الصبيه جاي اليوم تشوفي. ايه بس مامي ماني متذكرة اني عزمتها. ماما انا قلت لها تجي، لو بتعرفيها ما كنتي عزمتيها، لان بيعت زهور ولميتها من الشارع. يا وعزمتها عزيمتي؟ ارجوكي ما تصرخي ماما، بوعدك انها ما رح بتجرسي، علمتها شو لازم تحكي وما تطرق اي موضوع الا حالة التأس وصحة الجميع. اري اكيد جنيت. لا ماما ما جنيت، بس انشرت انا ودكتور جوهر انه بقدر خليها بظرف 6 اشهر تصير ليلي، تدل تعلمها من 3 اشهر، يعني من يوم ما سافرتي حضرتي. وبدون شك هالبنت عم تتقدم بشكل ما كنت منتظره ابدا ابدا، رح اربح الشرط. طبعا لازم تكون مبسوط. ايه ولا صحيح تغيرت لهجتها وشكلها، بس بعدها من وقت لوقت بتزد كلام بعيد شوي عن لغه الصالونات. شو ماما صنوبر؟ ولو لو ماما ما بين جوهر وصنوبر في على القليل شي 10 متورة فرق. جوهر دكتور جوهر، ما خبرتني عن المغامرة اللغوية يلي تشرطتوا عليها انت وأري. حبيت اترك هالمجال للأستاذ أري، هيدي فكرته. فكرته عالزبط. وصلت ماموزيل بربور. ماموزيل مين؟ بربور. هيدي ياها ماما دخيلك اوعى ولو ماما. غمضت عيوني تشوف العيد، لا شفت العيد ولا درب بعيد، وبعت من الليل رميوني قالوا لي العيد بعيد.
درب بعيد دلوني غمضت عيوني تشوف العيد لا شفت العيد ولا درب بعيد وبعد من الليل رميوني وشربت الكاس وكسرت الكاس طبيت عيونك بعيوني طبيت بقلبك أسراري يا ساكرة ليلي ونهاري خبيت بقلبك أسراري يا ساكرة ليلي ونهاري ومهما الحبايب سألوني خليك بقلبي وعيوني خليك بقلبي وعيوني قالولي العيد بعيوني عدرب بعيد دلوني غمضت عيوني تشوف العيد لا شفت العيد ولا درب بعيد وبعد من الليل رميوني تبقالي وحدك يا عيدي وبقالك وحدي وحياتك انت اللي على قلبي غالي يا غالي واغلى من حالي انت اللي على قلبي غالي يا غالي واغلى من حالي ومهما تسهرني الليالي خليك بقلبي وعيوني خليك بقلبي وعيوني قالولي العيد بعيوني عدرب بعيد دلوني قالولي العيد بعيوني عدرب بعيد دلوني غمضت عيوني تشوف العيد غمضت عيوني تشوف العيد بعيوني شفتك يا عيوني معرفتك الاستاذ قاري قال لي بقدر اجي اشوفك اوه عامل طيب وانا مسروره كثير بوجودك اهلا وسهلا بونجور مادموازيل اوه دكتور جوهر اذا مش غلطانه شو هالمناسبه السعيده ليزا بتكون بنت عمي منى تشرفنا كيف احوالك مدام؟ ودموازيل بنت عمي الثاني تشرفنا مدموازيل صديقنا الاستاذ سفينة اوه انشانتي مسيو سفينة تفضلي مدموازيل تفضلي تفضلي اهلا وسهلا شو قولك بتشد اليوم في ما
وحش الضغط واطية مسيطرة على الناحية الغربية، وعم تتقدم رويدا رويدا نحو الشرق. لهالسبب بفتكر انه ما في غيار ملحوظ بالحالة الجوية. شو مهضومة يا الدموازيل؟ في شي بضحك؟ ابدا ابدا. الله يبشرك بالخير، وان شاء الله ما يصير في سقعة بهالربيع. بتعرفي بيكفينا غشح وقريب. ما تعمي ماتت من القريب. مسكينة. بس انا بفتكر انن عضيون الغرض. عضيون الغرض؟ ايه اكيد. وليه بدها تموت من القريب؟ سنتي القبلة خلصت من التيفوئيد. كان بدك تشوف المنظرة زرعة ومضلعوض الحطب. وكلهم فكروها ميتي، وبابا قضى كل بعد الظهر يطعميها بملقعة الشوربة. توعي فجأة لدرجة انه كسرت طرف الملقعة بسنينة. معقولة مرة بهالقوة تموت من القريب؟ وبعدين فيك تقولي له وين اختفت برميت تجديد اللي إلى الريشة؟ هذا ما عطل ياها. ويلي ما عطى أضال الغرض أكيد. مامي قري شو معناتها أضال الغرض؟ هيدي طريقة جديدة بالحكي مامي. أضال الغرض يعني قتلها. بتفتكري إنه مرت عمي انقتلي وشبعت قتل يلي كانوا عايشين معها بيقتلوا كرمال دبوس؟ بقى كيف إذا برنيطة جديدة وإلى ريش كمان؟ كمان. ايه بس ما كان لازم بيك تعميها كتير، الأكل بدور. ايه بدور مرت عمي بعمره ما عملت رجيم. وبعدين بكتر الأكل اتكلي على البابا، شاطر كتير بهيك شي. ليش بيك بياكلوا كتير؟ اواش بيزلع أشمكين. فجلي عند الحشرة. يا مسكينة شو بتكون تعذبتي. ابدا بحياته ما تضايق من الاكل، كان كل ما بلع لقمة تتغير اخلاقه ويصير الطف ومحب اكتر. شو مهضومة يا الدموزيل؟ قلت شي بضحك مسيو؟ لا 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 ابدا. حكيك غريبة. وإذا غريبة قلت شي ما كان لازم اقوله؟ ابدا ابدا ابدا. وصل وصل اسا دوري. بفتكر انه الطقس متحسن شوي. صار لازم روح. تشرفت كتير بمعرفتكن. اورفار مدام. اورفار مدموازيل. اورفار دكتور جوهر. اورفار مدموازيل. اورفار مدموازيل. رايحة ماشي على البيت؟ صحيح رايحة الطاكسي. ابو باي. باي. كمان كمان. بتعرفوا مين بتشبهوا؟ ولدين صغار. ولدين صغار عم يلعبوا باللعبة، والفرق انكم رجال كبار واللعبة بنت حلوة. عم نلعب ماما. عم نلعب. عم نعبي هو غميقة ما بين طبقة وطبقة، ما بين روح وروح. عم نلعب. ليزا اخذت لنا كل وقتنا، ما بنحكي الا بليزا، ما بنتحرك الا لمصلحتها. صار عنا شي 500 تشيل بصوتها من يوم ما بلشنا نعلمها لغايه امبارح والحبل على الجراح. شغلتنا ومشغلتنا نعلم ليزا. نلبس ليزا. نخترع ليزا جديده. كنا بمجموع صرنا
رقم اثنين. هسا عند ديني بتلقط كل شيء. هالبنت نابغة صار بتعرف تدق بيانو. بتلقط كل الاصوات مثل قلت التسجيل واكثر. من ثلاث اشهر ما كان شايف بيانو بحياته. طفشتوني. ما تواخذينا. يا مجانين انتم مش عارفين انه من النهار اللي دخلت لعندكم في شي دخل مع. نعم دخل بيا. عم بحكي عن غير شي. مثل شو ماما؟ دخل مع مشكل كبير. لك ايه ماما في مشكل علما. المشكل انه شو رح تعملوا فيها بعدين؟ اوه ماني شايف مشاكل من هالناحية ماما ابدا ابدا. بدك تعمل من ليزا ست، والست المتصورة يا انري ما فيها تشتغل ولا شغلة وما عندها اي ارادة عيشة. ماما انت ما تهتمي، انا برتب كل شيء، بضل بقدر لاقي لها وظيفة تليق بشخصيتها. عاكل قال هلا هي مبسوطة ونحنا كمان. ايه طبعا. جوهر شو رأيك اذا بناخدها على معرض الكتاب؟ فكرة، وهيك بالرجعة بتتقلد لها كل الميكون شفناهم. رجال 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 جوز جديد. ومضي ست اشهر على مغامرة هنري مع ليزا. اليوم بيتقرر كل شيء بعد عزيمة وزير بالدولة، وهالعزيمة بتضم اكبر وارقى الشخصيات. يا بتنجح ليزا بهالامتحان الصعب، يا بيخسر هنري شرطه. برافو 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 ليزا، كنت فظيعة، عزيمة عزيمة عزيمة. لو بتعرفي قديش فزعت بأول السهرة وبعدين جننت الكل، ما ضل حدا إلا ما اندهش فيكي. بتعرفي ليزا هالسهرة كانت آخر امتحان إليك، نجحتي. بعمري ما كنت بتصور هيك نجاح، برافو بهنيكي. تعبتي ليزا؟ شوي. ما تنسى إنه صار إلي ست شهور عم بشتغل ليل ونهار، وست شهور عايشة نوعا ما على أعصابي. بس النجاح بنسى التعب والهم. بحياتي ما رح انسى كيف وقفتي، كيف قربتي على البيانو، كيف دقيتي، ويا عمري كيف غنيتي. شفتي شو زقفوا؟ زقفوا بس ولك فحشوا. وهلا اسمحي لي اطلع ارتاح لانه تعبانه. بوني ليزا. بوني. صحيح نسيت كل العذاب والتعب، كان فيي ارقص وغني كل الليل للصبح. بلادنا دنيتنا اصحابنا كلهم حلوين، شايفه كل شي حلو اليوم، بدي غني غني له غني للكل. تفرح مني كل الدنيا تبقى جني، بدي غني ولموني وزعلوا مني صاروا كلهم يحقاني. بدي غني 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 بدي غني بدي غني 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 خلي العالم تفرح مني وكل الدنيا تبقى جني. بدي غني ولموني وزعلوا مني صاروا كلهم يحقاني. بدي غني 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 بدي غني. حطيت بهالغنية ربيع العمر الغالي، نجوم وشمس الصيفية وناس من جبال عالي. بدي أقدم لك هي انت لعقلبي غالي، ولموني وزعلوا مني صاروا كلهم يحكوا عني. بدي غني 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 بدي غني. بدي غني 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 وخلي العالم تفرح مني وكل الدنيا تبقى جني. بدي غني ولموني وزعلوا مني وصاروا كلهم يحكوا عني. بدي غني 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 بدي غني. بكرة
بكرة شمس الحرية بتشرق عأرض كلها، والليمون زعلوا مني صاروا كلهم يحكوا عني، بدي غني 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 بدي غني. واللموني زعلوا مني صاروا كلهم يحكوا عني، بدي غني 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 بدي غني، بدي غني 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 خلي العالم تفرح مني وكل الدنيا تبقى جني، بدي غني. واللموني زعلوا مني صاروا كلهم يحكوا عني، بدي غني 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 بدي غني. شو هالعالم طابور مهرجين ولو؟ للحقيقة أنا تعبت شوي، كوكتيل وعشاء وسهرة والحفلة الأخيرة. يا هوري يا هوري بهنيك، نبحت الشرط ليزا نجحت نجاح به. بشكر الله خلصها وخلصت هالقصة، صار في ارتاح. عقتك تعبان؟ الحقيقة اللي متعبني هو هالضغط والمجهود الفكري المتواصل من 6 أشهر لليوم. حسيت روحي رح تطلع يا شيخ. تعرف يا جوهر، لو ما كون عملت هالشرط معك كنت من 3 أشهر رفعت 10 وتركت. المهم انك نجحت، وهلأ بعد كل هالمغامرة اسمح لي روح ارتاح لي شوي. تصبح على خير. وانت من اهله ليزا؟ شو عم تعملي؟ عم بتسمع، عم بتسمع حديثكم الممتع. شو بك جنيتي؟ في شي بك شي؟ لا ابدا، ربحت لك الشرط مش هيك؟ نعم نعم نعم، انت ربحتي لي الشرط يا بياعة الزهور يا مدعيه، انا ربحته. وبعدين ليه ضربتيني بالزهور؟ لاني كنت بدي قلت لك يا اناني، ليه ما تركني مطرح ما لميتني من الشارع؟ عم تشكر ربك انه كل شي انتهى، وانا شو مصيري؟ عشو عم تبكي؟ بكره الماما بتضلها تلاقي لك شاب منيح وبتتجوزي. صحيح كنت بيع زهور بس ما بعت نفسي، وهلا بعد ما عملتني 6 مجتمع ما بقى اعرف بيع شي، كان لازم تتركني بسوق الخضرة. ياه شو بعدتي يا كفر يا نوح؟ هلا لشو كل هالمناحة؟ فيكي تعملي 100 شغلة، نسيتي انه كنتي بدك تتوظفي بمحل لبيع الزهور؟ جوهر معه ملايين ومستعد يساعدك حتى تفتحي محل إليك ملكك الخاص. وهلا اذا بتسمحي لي اطلع ارتاح لاني هلكان. استاذ علي قبل ما تروح. نعم. تيابي الي يما ملك الدكتور جوهر. شو بده يعمل فيهم تيابك جوهر؟ بده يلبسهم؟ يمكن يعوزوا الاختباراتكم بشي بنت جديده. عمول معروف اللي شو فيي ياخد معي. لك خد اللي بدك، كل شي في بهالبيت اذا بدك الا الجواهر، هو اخذهم من الماما وليلى وبدي رجعهم. تفضل. ايه لو كانوا ملكي كنت بلعتك. هيدا مش لامك ولا لليلى، هيدا قدمت لي اياه جمعة الماضي. اضربك اضربك اضربك، انا بعمري ما ضربت حدا، انت اللي ضربتيني حرقتيني جرحتيني هون جوات قلبي. خي خي خي. بفضل ما بقى احكي شي الليلي، نرفزت كفايه، انا طالع. ايه مع السلامه، ما تتكل علي تسكر الباب. ابو الباب عقبوا البيت، عقبوا الزهور، عقبوا بياعين الزهور البلا وفا بلا قلب. يا الله خاتم خاتم، وين خاتم؟
طيب. ليلى دخلك، ما شفت أري اليوم؟ ما بعرف، أري والدكتور جوهر صار له من عبكرة بيتصلوا بالبوليس. بوليس؟ ليش فيش جريمة؟ مدري شو مضيعين. أوه حلو مستر هاليفاكس هواية. هو بالأحرى مدري مين مضيعين. ما فهمت شي. مدام مدينة. دكتور دفتر. جوهر. صباح الخير مدام مدينة. بونجور دكتور. عرفت المدام شو صار امبارح بالليل؟ خير. ليزا تركت البيت وأخذت ثيابها وهربت. بيكون قاري مسمع شي كلمتين واقفين مثله. عجبك بالله قصة. اولا علواتي في ناس، وثانيا بونجور قاري. ايه بونجور ماما. شوفي شوفي ليزا ضبت اغراضها وهربت. خبرني دكتور جزر. جزر ماما؟ لا عصب مص احسن. جوهر ماما جوهر. بفتكر انه الى الحق تروح مطرح ما بدها، مفهوم؟ وهلا ايها الضيوف الكرام اتفضلوا معي، في مفاجاه نترككم. دكتور كمان. كمان دكتور. دكتور كمان كمان دكتور. كمان كمان دكتور كمان دكتور كمان كمان دكتور. كمان دكتور دكتور كمان. لو ما هي إتا انتحرت أبدا، لا صورتها موجودة بالجريدة ولا اسمها بصفحة الوفيات. أكيد ما بها شي، بتكون متخبية بشي مطرح قاعدة ومبسوطة. كمان دكتور دكتور كمان كمان دكتور. شو يا عيني يا عيني، جين حس سلب ميم خاء وهو في طريقه الى منزله. تشرفنا شو هالخبر اللي بياخذ العقل. سعدنا. جين حس سلب ميم خاء. لو كيف انا عينك بوهيك سخافات ما عم بفهم انا. انا بنت ادمجي، ما اني مستعد ادفع اكثر تتعلم الغطيان. ها هيدا بده يكون من قرايب ليزا ومتخبية عنده. خلي يفوت اوام. حاضر. خواجة لحد علمي انه في بعائلة ليزا خواجات. ليش بتعرف حدا من عائلتها؟ ماما بعرف ابوها هيدا الزبال اللي حكيت لك عنه. استاذ النبي اديب. استاذ النبي اديب وكت وكت. شفت شفت اش عملت فيي؟ هو عملت فيي مثل ما اني من قلك وكت بالبرنايه توكت بالساك وبالبطلات. اوه صباح الخير مسيو، تفضل اقعد. ايه اتوهزي ليش يا ست؟ يا عمي ضايع ومانيش ملاقي حالي. الله ان شاء الله بتكون كل ايامك سعيده ومجيده. ايه شو قصتك من غير شر؟ شو قصتي؟ لو اش ما صار لي القضاء وقدر كنت بقول الحق على القضاء والقدر، بس انت قلت هنري أديب انت سبب كارثة حياتي. ها بدها تكون ليزا رجعت لعندك ما هيك؟ ليش مضيعة؟ ايه نعم
ايه جيشك محظوظ يا بيي، جيشك محظوظ وانا ما لقيتش، بس هي راح تلاقيني بعد اللي عملته فيي. مسيو زبان، شو عمل معك ابني؟ يا ريتني بعدني زبان يا ستي، يا ريت. اش عمل معي ابني؟ لك حط لي حياتي وسعادتي وسلمني الاخلاقيه البرجوازيه. حكيني هلا سكران ولا جنات؟ سكران. سكران. مش انت اللي كتبت الواحد صاحبك امريكاني مهبول بيوزع ملايين على المؤسسات الاصلاحيه بالعالم؟ جون ابراهام فينيش. لك يا عمي هيدا مات من زمان، شو له علاقه بكل هالقصه؟ فينيش ويا فينيش، هو مات وانا جتني المصايب. حضرتك كتبت له قلت له انك بتعرف اغرب واطرف فيلسوف بالاخلاقيه، وهالفيلسوف زبان اسمه خليل بربور وبكفر ينوح. ولك صحيح، هلا تذكرت اني عملت هالمزحه من زمان. قليله هاي، ويدك تقبرني انت ومزحاتك. صاحبك فينيش افندي قرت موتي من بعد ما شلح لي اسمي عوصيته، وقال عمل علي شرط ان لازم اعمل ست محاضرات بالسنه. لك حكيني هلا بشرفك انت وردت جون فينيش؟ لك ايه، انا وردت فينيش وصرت فينيش اكتر منه. لك مش المحاضرات اللي جازتني، ضل بذكر محاضرات تنفلقوا. بس الجيوز الامريكاني عامل مني خواجه، وهذا حرق لي قلبي، حطم لي حياتي وسعادتي. بزمان فت على الخستخانه وكنت عفريش الموت، عرفوا اني فقير ومعيش مصاري كحتوني. اليوم بيجوا يزوروني مرتين بالجمعه ليطمنوا عني. لك من ست اشهر ما كانش حدا يقربني الا هونيك اثنين باخر الضيعه، وما كانوش يحكوا معي. اليوم عندي قرايب بالشمله وكل المغرومين فيي. ياي الاخلاقيه البرجوازيه. مش احسن ما تضل انت تركض واللقمه تركض؟ بالقليله صار فيك تواجه كل اللي كنت تهرب منهم، المديانجيه، الفواتير، الضرايب، المصاريف اليوميه. بدك تعيش لازم تدفع، هيدي الحياه. حاجي تحسب ألف حساب تدفع بتلاقي البواب، وإن ما عندك مصريات لا في بواب ولا باب. ادفع حاجي تحسب ألف حساب. عندك شي عملية بدواير رسمية، إن ما ناولت المية تتشرحط من باب الباب. ادفع حاجي تحسب ألف حساب، ادفع بتلاقي البواب. وإن ما عندك مصريات لا في بواب ولا باب. ادفع حاجي تحسب ألف حساب. بدك تتجوز مرة العواطف حطها برا، ادفع بتلاقي شرة يما بتطلق على الباب. ادفع حاجي تحسب ألف حساب، ادفع بتلاقي البواب. وإن ما عندك مصريات لا في بواب ولا باب. ادفع
يدفع حاجة تحسب ألف حساب. لما بتيجي المالية ضرايب بلدية العشرة بتطفي مية إن ما ناولت الشباب. ادفع 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 حاجة تحسب ألف حساب. ادفع بتلاقي البواب وإن ما عندك مصريات لا في بواب ولا باب. ادفع 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 حاجة تحسب ألف حساب. بربور بلا منك مجبور تتعذب لهالدرجة. وبعدين ما حدا بيجبرك تقبل الوصية، مش هيك دكتور ورور؟ أكيد مدام أكيد. جوهر جوهر فكرك هيني مدام عبني قادر يرفض اللي ايش بتريد يعمل بعد كم سنة؟ بصبوا شارط يضلوا قابليني بجمعية الزبالة؟ ما كانش بقلب ارفض يا مدام، ما كانش عندي السجاعة الكافية، بس اشتروني اشتروني واشتروا سعادتي. بكره راح اشوف واحد اسعد مني كبلة تكت زبالة، راح اطلع فيه وقول رزق الله عليك الايام. عكل حال بهنيك بهنيك لانك قبلت، هيك صار فيك تعمل لها ضد ناس حلاليزا. لا 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 انا ما بقبل وما له دخل مع ليزا. ليزا انا اشتريتها بألف ليرة. ليك ليك يا بربور، انت يا انك رجال ادمي يا انك اصغر مصفى طبقك. مثل كل الناس اثنين سوا هنري. هلا انت اللي اخذت ليزا وخبيتها عندك بالبيت ما هيك؟ اري بكفي ولدنيت، ليزا موجوده فوق باوضتي. كيف؟ باوضتي؟ هي عيب الشوم عليك، خبرتني كيف حكيتها وكيف عملتها. اشتغلت ست اشهر، ست اشهر بدون راحه، ونجحت بهالنجاح الغير منتظر بعزيمة الوزير. ما وجهت لك كلمة شكر، ما كان بالك إلا بحالك. أنا ما عملت لها شيء، هي اللي ضربتني بالزهور. وعم تكذب علي كيف ضربتك بالزهرات. إيه أنا لو كنت محلها كنت ضربتك بالمكنسة. هيدا إذا بيسمح لي مسيو كركور. مدام خذي حريتك ولو بيننا، بس اسمي مربور. مدام يعطي اسمي مربور. طيب اسمي مربور أنا. طيب مربور. وهلا ليزا نازلي، ما بريد حدا منكم يوجه لها أي كلمة تزعجها، مفهوم؟ فإذا أنا بعد بروح ببقى برجع بعد المصالحة أحسن ما تشوفني. دكور. يلا دكور. وانا كمان بروح الحق مسيو زكور. مربور يا مدام مربور. طيب يا عم نسيت صرصور. كيفك استاذ اري؟ منيح. ايه دكتور جوهر كيف أصبح؟ دكتور جوهر كيف أصبح؟ عودي الحركات أنا معلمك ياهم ما بيمشوا معي. بتأمل دكتور جوهر إني رح أبقى أشوفك من وقت لآخر حتى لو كانت خلصت تجربتكم. ما تقولي هيك يا ليزا، لأنه بنظري ما كانت تجربة، كانت أكثر من متعة. بكون كتير حزينة إذا ما عدت شفتك، مش لأنك كنت تدفع حق تيابي، بس لأني منك تعلمت التهذيب واللطافة والحركات الرائية. ولو من وجودك ما كنت عرفت الفرق ما بين ست مجتمع وبين شارع. بس ما تعتبي على الأستاذ أنري، لأن أوقاتي بيتصرف بدون قصد. وأنا كمان كنت أتصرف بدون قصد لما كنت بيعت زهور. بس ما تنسي إنه هو اللي علم. مزبوط، علمني أقرأ وأحكي وألفظ على الأصول، بس تعرف أمتين ابتدت ثقافتي؟ يوم وصلت لعندكم
وعيطت لي مادموزيل ليزا. من هيداك الوقت ابتدى يكون عندي احترام لحالي. وبعدين حصل عدة اشياء صغيرة، مثلا توقف عند ما بدي روح، تشيل برنايتك لما ادخل وتفتح لي الباب. هيدا اقل شي في اعمل. وهلأ صرت اعرف انه الفرق ما بين الست وبياعة الزهور مش طريقة تصرفاتها، انما طريقة تصرفات الناس معا. هيدا لطف جيد منك يا مادموزيل ليزا. كنت بفضل تسميني ليزا. والاستاذ أنري مادموزيل بربور. كان لازم من الاول ربيك على طريقة بيك بالكرباج. لو كنت مطرحك كنت جاوبته على طريقة بيك. ما في، امبارح لما تركت البيت مرقت بسوق الخضرة والتقيت ببنت وجربت حكيها على طريقتي القديمة وبنفس اللهجة، ما قدرت. وتذكرت كلام الأستاذ أنري، إذا ولد صغير تربى ببلاد غريبة بيتعلم لغته بكم شهر وبينسى لغته، وأنا ولد صغير ببلادكم ونسيت لغتي. أو أسي بنوت بعيدك وري. بردون بابا. رجعت حليمي لعادتها القديمه. ابعدك ورا، ابعد من سيتي لغتك. اعتبش عليك يا هنري، بعد صغيري وعيش الدنيا غريبه، ما تطلعش فيي هيك، ما لحقش علي وردت ورتي. لازم تكون بالك شي مليونير. يعني شي من النوع، بس الفرق اني لا بعرفه ولا بيعرفني. وهلا كيف بدي اقول لك، يعني كيف بدي اقول لك، انا رايح اتجوز. بدك تتواطى وتتزوج هالشرشوحه؟ بدك تتجوز سيد بربور؟ ايه. برافو، مش احسن يا ليزا؟ لازم يتجوزها. شفت دكتور كيف قلت فيها الاخلاق البرجوازيه. وهلا بتسمحوا لي احكي كلمتين مع بنوتي اللزوز؟ ولو بنوت بتروحش معي بيتي ولانه تتباركي لي وتقولي لي مع السلامه لما باخد طريقي جديدي. دكتور جوهر قال لازم، بس اذا رحت معكم مرتك بتسبني وتهيني. لا تقبريني، لا بقاش تسب حدا المعطره، ما جديد روح لك كل فجوره. طيب رح روح معكم. ايه وانت استاذ هنري مش رح تروح معي على عرسي؟ وكيف لكن انا بدي روح اول واحد، احسن ما تتهمني اني خربت لك بيتك مرتين. ايه وانا كمان بروح معكم، هيدا اذا بيسمح لي مش مرغوط. هذا شرف كبير لنا مدام، ومرتي رح تربح لك جميل الابد الابدين ودهر الدهرين. بس بترجيكي مدام اسمي بربور. بربور ليزا قبل ما تروحي بطلب منك تسامحي أنريك. إذا أبوي سمح لي. ياي 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 كيف عملوكي من جديد هالخواجات، لك ما فيش أحلى من السماح بالحياة. ياي تشوف 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 دكتور تجي معي؟ كمان دكتور كمان. إيه وأنا بعد بروح بدبر الأنطوبيلات بانوا. يلا ليزا. يا ليزا شو تغيرت؟ نسيت انك انت اللي غيرتني. لو بتغير طبعك قبل ما تغير الناس. طبعي؟ ليه طبعي بعيد كتير عن طبع الدكتور جوهر؟ كتير. دكتور جوهر بعامل بياعة الزهور كأنه اميرة. شو بدي اعمل وانا بعامل الاميرة كأنه بياعة الزهور؟ انت مفكر انه ما بقى فيي عيش بليك؟ ايه طمن بالك فيي ورح عيش بليك. وانا كمان فيي استغني عن مين مكان، صحيح رح استفقد لصوتك ولوجودي. ما تستفقد كتير، عندك اتنين بقالة التسجيل وبمجموعة الصور، لما بتحس حالك وحدك فيك تمشي الآلة بالقليلة، ما عندها عواطف تتنجرح. ولك بالعكس بالعكس، انت من وقت اللي ضربتيني بالزهور ابتديتي تكبري بنظري،
وهلا فيك تعملي مثل ما بدك، فيك تبقي او فيك تروحي. وليش بدي ابقى؟ ليه؟ لانك تعودتي تعيشيها. وبكره فيك تحطني برا اذا ما عملت مثل ما بدك. وانت كمان بكره فيك تتركيني وتروحي اذا ما عملت مثل ما بدك. روح وعيش مع مرت ابوي او ترجعي تبيعي زهور. يا ريت فيي بعد ارجع سلت الزهور. يا ريت. انت مهما عملتي وكيف ما رحتي رح تبقي بيا زهور، لانه ما عندك اي طموح. انا ما عندي طموح؟ انا ولا شو جيت لعندك؟ يبقى مربى يبقى لعفسي. يخرب سوقك على هالخبريه. لك انا قلت بدي اعمل منك ست مرة ليدي، هلا بعتبر حالي نجح. من 5 دقايق كنتي بعدك تقل علي، هلا صرتي برج مصفح. تركني تركني. بالحقيقة هلا ربحت الشر. فتش على الاول، بخطف الثاني، بدي الثاني، بخطف الاول. ما شفت حدا؟ مين مضايعه ماما؟ دكتور هوبر ومشيو زبور. ايه ما شفت لا هوبر ولا جو، بدي اقول بربر وجوهر. تعرفي ماما انك ضيعتيني بكل هالاسامي اللي بتخطر عيون. اري مش وقت المتين، صار لازم نروح على العرس والعريس مختفي. وما تنسى انك رايح معنا، انطرني هون لغايه ارجع. اوعى تنهز يا عمي. يا عم نضيع مدام ادي وبربور، تاخرنا على العرس. وهي كمان مضيعتكم، كانت هون راح تفتش عليكم. كانت هون اوري، راح اروح سوا على العرس مش هيك؟ انطرني هون، اوعى تنهز. اوعى اوعى. يا عمي لوشت انا اركض ورا ابنك والدكتور. مرقوا مناهم شيء؟ لك مرقوا؟ اي مرقوا، كانوا هون وراحوا يفتشوا عليك. الله ربما انا من اري اوعى تعملها معي. انطرني هون، اوعى تنهز. قلت لي من اي مين راحوا؟ من هون من هون من هون. لا تمشي مخور وبخر كل البيت. اري ببيتنا في رصد، ما شفت حدا؟ لك يا عمي شفتن اثنين وانحجركن ورا بعضكن بعض، دوختونا كانوا هون وراحوا. ايه بتكون صفقتن شي جوز كلام وهربوا. انا رايحه مدام اديب. مدام اديب واخيرا لقيتك. بس هلا صرت ملاقي مسيو مسيو بربور. قبل ما تلحقي تختار عيبه شي اسم جديد. مظبوط بربور، انت فتش عليه من هالميله وانا من هالميله. اري اوعى تنهز. اوعى تنهز. اوعى. لك يا جماعه بشرفكم بدينكم شفتوني انهزات. يا عمي شو هالعرس هذا؟ شو هالعرس؟ انقطع حيلي انا وركض من ميل لميل من فوق لتحت. شفت حدا شيء؟ لك كانوا هم راح يفتشوا عليك. يا عمي ما انا اللي بفتش عليهم. يا ليش بدي 5 كيلو مخور؟ 5 كيلو. نشكر الله حسبتك صرت بلدني. كنت راح سير انا حاضره. بس وين الدكتور؟ دكتور 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 احذري. قليل ادب. انت برام انا من هالميله وانا من هالميله. اري اوعى تنهز. ولك يا عمي ما بدنا نفتش. طيب انا ما بش فيي جوز. لك يا عمي هيدا بسموه بيت؟ لو هيدا عصفوريه. مدري وين طاروا، ما بقى فيي. هلك هلكت وانا اركض. شو صاير عليك؟ اسم الله عليك اقعد انطرني هون. هلا اذا لقيناهم بتختفي ليزا. عفوا وين ليزا؟ هو بيعرفني شو انا سكرتيره. دكتور دكتور ليه؟ بس وين مسيو 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 مسيو؟ بربور اختفى. اختفى؟ ليش بجيب طن؟ طن بخور طن. اكتمل النساء. بعمي بدك تبعت لي الشوفير. ربو بعتنا واحد، ما ليش حدا. الحدا كان موجود بس الواحد ما اجا. صار لي ساعة فتش عليكم. سأل أوري سألوا. وأنا كمان مش هيك أوري؟ أوري 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 مامي أوري. مامي ليش واقف مثل الهرم؟ خوفتني. مثل الهرم مامي؟ انسيتي إنه أنتي قلتي لي ما تنهز مامي؟ ما نهزينا مامي. مصيبي معك مامي. يا جماعة يا جماعة يا هو الناس ناطريننا هونيك. هلا بعد شنو هون جلدتي من غير شي جرب الغصب عنهم. يا اجوف اجوف اجوف. طيب ما فينا نروح ونتركهم. وجازة رح نتجوز. لك يا عم ليزا، وليزا وين اختفت ليزا؟ صحيح وين ليزا؟
هلا شي كم كلمة على طريقتك الناعمة. وصلوا ضيوف. أهلا هلا مدام سمون. هلا كبيان. هلا هلا جمال. أيها الضيوف الأحبة، اليوم عنا عيد وفرح كبير، فرح صديق عزيز علينا كتير كتير. وبما أنه العريس موجود وصديق عزيز علينا أيضا موجود، رح أقدم لكم إياهم. العريس بيكون السيد خليل بربور. وصديقنا الكريم الدكتور جوهر. وبطلب منكم تشاركونا بالفرح. برافو برافو برافو. على الفكرة؟ لا، عبربور وعجوهر. ليزا ليزا، ليش لابسة هالتياب؟ لوين رايحة؟ البابا رايح يتجوز، انت راجع عالهند وانا راجع عكفر ينوح، كل واحد رايح بطريقه، هيدي الدنيا. سلم على الكل وخبر للناس وقلا أرض الحبيتها بتضل أغلى من الدنيا كلها. يا رايح سلم على الكل وخبر للناس وقلا أرض الحبيتها بتضل أغلى من الدنيا كلها. خبرها عبلاد العز رجالة وصخور زبالة يلي بعمرها ما بتنهد ولا بتتغير أحوالها. بتلاش فبتغني بتحكي عن أرض الحرية عدروب الخضرة المضوية ما تنسى الدلال. خبرها عبلاد العز رجالة وصخور جبالة يلي بعمرها ما بتنهد ولا بتتغير أحوالها. بتلاش فبتغني بتحكي عن أرض الحرية وعدروب الخضرة المضوية يا رايح سلم على الكل وخبر للناس وإلا أرض الحبيتة بتضل أغلى من الدنيا كلها. قلوا للعالم يتذكر دار اللي بابه مفتوح وببلادي ما بتتذكر حتى لو قلبها مجروح. فتزرعها حبي حبي بالدنيا كلها. كله للعالم يتذكر دار اللي بابه مفتوح وببلادي ما بتتذكر حتى لو قلبها مجروح. يا رايح سلمتك حبي وكمشي من تراب المحبي فتزرعها حبي حبي بالدنيا كلها. يا رايح سلم على الكل وخبر للناس وإلا يا رايح سلم على الكل وخبر للناس وإلا أرض الحبيتة بتضل أغلى من الدنيا كلها. Lisa!